إذن حينما يقبل الحجر لا يقبله تبركاً بالحجر واعتقاد أن الحجر ينفع ويضر، لا، إنما يفعل ذلك اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلباً للأجر في هذا الفعل الذي يتعبد به لله سبحانه وتعالى. فليس على وجه الأرض شيء يطاف به، موضع يطاف به إلا الكعبة، وليس على وجه الأرض شيء، حجر يقبل تعبداً لله إلا الحجر الأسود.